لأول مرة تركيب أنظمة متطورة للطائرة الشبحية التركية تنافس أنظمة F-35. أعلنت شركة صناعات الطيران التركية توساش عن خطوة جديدة في مشروع الطائرة الشبحية الوطنية TFX-MMU، وكشفت عن الانتهاء من تطوير نظام الأوامر الصوتية، والذي ستكون الطائرة من خلاله جاهزة لتلقي الأوامر المعطاة لها في المستقبل، وذلك بالتعاون مع شركة TAI، مشيرة إلى أن النظام يعتبر الأحدث حدث عالميا ومنافسا لنظيره في طائرة F-35. وأكدت الشركة أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لتنفيذ أول رحلة لطائرة الجيل الخامس في منتصف 2023. يستمر مشروع الطائرات القتالية الوطنية MMU دون أي تباطؤ مع مساهمات جميع موظفي توساش، وتم تجهيز موقع إلكتروني للطائرة والذي بدأ العمل على تطوير نظام الأوامر الصوتية في الأشهر الماضية، وطلب من موظفي شركة TAI تسجيل أصوات التي بلغت أكثر من 37,558 تسجيلا صوتيا لنظام الأوامر الصوتية على اللوحة الإلكترونية للطائرة. سيكون النموذج الأول للطائرات القتالية الوطنية الذي سيخرج من الحظيرة هو جيل بلس 4، وذلك وفقا لتصريحات رئيس قسم الطائرات SSB عبد الرحمن شريف، والذي أكد أنه سيجري تركيب محركات جاهزة في البداية، ومن ثم سيجري تركيب محركات محلية الصنع في مرحلة تالية. ويشير إسماعيل دمير رئيس هيئة الصناعات الدفاعية في حديث خاص أن هناك العديد من الاختبارات المطلوبة سيتم إجراؤها قبل تسليم الطائرة للجيش، ما يعني أن الأمر يتطلب من 4 إلى 5 سنوات إضافية. وفي تطور لافت، عرضت شركة رولز رويس تطوير محركات للطائرة الشبحية التركية، لكن وفق مصادر خاصة فإن شروط رولز رويس غير مقبولة نظرا لأبعاد واعتبارات متعددة لم يتم الكشف عنها. وأكد دمير أنهم يواصلون جهودهم لتطوير محرك وطني، وأن الموضوع يخضع لثلاثة خيارات هامة ومصيرية: إما أن يلجأوا لتطوير محرك مع رولز رويس، أو شراء محركات قوية من دولة أخرى، أو المضي قدما في محرك وطني خاص وهو الأكثر ترجيحا. وهم يدرسون بعناية شديدة الخيارات الثلاثة.